جايين هن كثير مهمين بالنسبة لإلنا. إذا منفوزهم نقدم خطوة كبيرة لحتى نوصل على الفاينل فور، فهن كثير كثير مهمين لإلنا. غير اللعب الباقية، اللعب الباقية كانت شوي صعبة، يعني الثورة هو بطل دوري وجلاء وصيفه، اللعبتين ربحناهم أعطينا أكثر شيء عنا لحتى قدرنا ناخذهم بأرضنا، وطبعا الشكر الكبير للجمهور اللي إجا شجعنا دائما. بلشنا كان الفريق لسه ما كتير داخل بالجو كتيم يعني، بعدين لعبة عن لعبة صار يفرق الرتم الفريق وندخل بالجو أكتر نحن مع بعض يعني اللعبات وهيك، وإن شاء الله لحلب محضرين حالنا كتير منيح، وإن شاء الله نقدم مستوى حلو يليق بالفريق باسم نادي الشيء. اليوم نحن انهينا ما يقارب نصف مرحله الذهاب، انهيناهم بفوزين وخسارتين. كان طموحنا ناخذ نقاط اكثر، خصوصا انه كان المباريات على ارضنا، بس كان في عندنا كان مشكله، وهي انه الدوري بلش بسرعه وما كان عندنا فتره تحضير مناسبه 15 يوم. رتم اللعبات ورتم الفريق كتيمورك طلع من مباراة لمباراة، مثل ما الكل لاحظ ومثل ما الكل شاف خلال المباريات الماضية كان عم يتحسن من لعبة للعبة أداء اللعبات وكتيمورك عمل الفريق بشكل عام. المرحلة الجاية نحن عنا لعبتين بحلب مع الاتحاد ومع الحرية. اتحاد الحرية بفرق مانون سهلة، نحن رايحين إن شاء الله نربح ونرجع، أهم شيء نجيب نقاط المباراتين ونرجع. نحن بس ربحنا إن شاء الله هاللعبتين نحن دخلنا بحسابات تانية، دخلنا بحسابات فرق الصدارة وفرق المقدمة. إن شاء الله يا رب نتوفق ونأدي الأداء المطلوب منا ويكونوا اللاعبات متوفقين لنقدر نجيب الفوز ونقدر نروح لمحل ما نحن مفكرين، لمحل نحن ما نتمنى يكون موجود الفريق.